الحسن بن الصباح شخصية مغناطيسية التأثير. كيف بدأ كل ذلك الهول إلى أن قابل أحد دعاة الإسماعيلية الفاطمية؟ دوافع هروب الحسن الصباح من بلاط السلاجقة، وتمكن من استمالة أهلها بقدرته على الإقناع ليرد ابن الصباح. أخذ الحسن يواصل جهوده لنشر دعوته الإسماعيلية وللسيطرة على أكبر عدد ممكن من القلاع والحصون، مستخدماً الإقناع الفكري وحتى القوة، حتى تمكن في النهاية من السيطرة على إقليمين. في ظل ذلك الانتشار السريع لنفوذ ابن الصباح، وجد السلطان ملك شاه وبإيعاذ من وزيره نظام الملك أنه ما من مفر من اللجوء إلى استخدام القوة في القضاء على تلك الحركة. فوجه السلطان حملتين عسكريتين في بداية عام 485 هجرياً 1092 ميلادياً إلى قلعة ألموت وإقليم كوهستان الذي سيطر عليه الحسن بن الصباح. حاصرت الحملة الأولى قلعة ألموت، وكان رجال الحسن الذين معه في القلعة لا يتجاوزون 70 رجلاً. كان الحسن قد أعد العدة لمواجهة هذا الحصار بأن جمع ما يكفي من المؤن. استمر الحصار 4 أشهر. كان الحسن قد أرسل يستنجد بالداعي ديدار أبو علي الذي كان له نفوذه وتأثيره في قزوين. وفي ليلة حالكة قامت هذه المجموعة مع فدائي ألموت وبمساعدة بعض أهالي المنطقة بهجوم مفاجئ على الحملة، فاستطاعوا هزيمتهم وإجلاءهم عن المنطقة. في ذلك الوقت وفي 10 من رمضان عام 1092 كان الوزير نظام الملك قد فرغ للتو من طعام إفطاره وخرج، ليأتيه في الطريق صبي يستغيث. اقترب منه الوزير ليطعنه الصبي بسكين طعنة قاتلة. هرب الصبي لكن الحراس أدركوه وقتلوه. مسؤولية ابن الصباح عن مقتل الوزير نظام الملك ثابتة في كل المراجع، كما أن اسم نظام الملك وجد في سجلات الاغتيالات بقلعة ألموت، لكن بعض المؤرخين ألصقوا تهمة قتله بالسلطان ملك شاه على إثر خلاف دب بينهما قبل مقتله، وقد ذكر ذلك الخلاف ابن الأثير في كتابه الكامل. لكن الذي أجمع عليه معظم المؤرخين هو مسؤولية الحسن الصباح عن اغتيال نظام الملك. أما الحملة الأخرى والتي توجهت إلى إقليم كوهستان فأنها قامت بحصار المنطقة، ولكن وكأن القدر يلعب لصالح ابن الصباح، وصل خبر إلى قائد الحملة جعله يقرر فك الحصار والعودة. خبر موت السلطان ملك شاه. توفي السلطان ملك شاه بعد مقتل وزيره ب35 يوما، وبذلك فقد انتهت فترة المجد في حكم السلاطين السلاجقة، حيث أخذت الحروب الداخلية تشتعل بينهم فيما بعد، ما أدى في النهاية إلى ضعف وسقوط حكمهم. وذلك أعطى الفرصة لحسن بن الصباح لكي يكتسب المزيد من القوة والنفوذ. كانت تعليماته تتسرب كالثعابين ودعوته تنتشر كالسرطان في كل صوب. من كلماته: لا تختاروا الذكي أو الغبي، بل اختاروا الوسط بين الاثنين. لا تلقوا البذور في الأرض السبخة، ولا تتورطوا مع الأغبياء الذين لا يصلحون. لا تتكلموا في بيت به سراج. ذلك القول الأخير بالذات يشير إلى مدى دهاء الرجل. السراج هو المصباح، ووجود مصباح مضيء ليلا في بيت يعني أن هناك من يقرأ ويدرس. ذلك النوع لا يريده زعيم ألموت لأنه لن يستطيع التحكم به. ابتكر الصباح نظاما يتكون من 7 مراتب: سيدنا في المرتبة العليا، ثم كبار الدعاء، يليهم الدعاء، ثم الرفاق، ثم الفداوية، وهم الجناح المكلف بعمليات القتل، يليهم اللاصقون، وأخيرا العاديون.
يقال أن الحسن كانت له خبرة كيميائية واستخدم نبات القنب الهندي كانابيس ساتيفا، ومن هذا النبات خرج ما يعرف بالحشيش والماريجوانا اللذين استخدمهم الحسن الصباح على أتباعه خصوصا الفداوية، فكانوا ينفذون عملياتهم وهم تحت تأثير المخدر، لهذا اشتهروا باسم الحشاشين. لكن هذا الادعاء قد لا يصمد كثيرا اذا ما تأملنا قوة ودقة تنفيذ العمليات التي قامت بها جماعة الصباح. هذه قوة شخص يؤمن بشدة بما يقوم به، وليس مجرد شخص تحت تأثير مخدر ما. اما عن مراحل استقطاب فرد جديد للجماعة، فقد نظم الصباح عملية معقدة من عدة مراحل. المرحلة الاولى التفرس، اي تأمل الشخص المراد استقطابه وهل هو من الميالين للخضوع لتعاليم الصباح أم لا. المرحلة الثانية التأنيس، أي التقرب إلى الشخص المراد استقطابه. المرحلة الثالثة التشكيك، وتعني زعزعة كل الأفكار الراسخة عند الشخص المستهدف. المرحلة الرابعة التعليق، أي الانقطاع عن الشخص المستهدف لفترة. المرحلة الخامسة الربط، في هذه المرحلة يؤخذ العهد على الشخص ويقسم على أن يكون خاضعا للجماعة. المرحلة السادسة التأسيس، وهي المرحلة الأخيرة التي تؤسس فيها أفكار الجماعة في عقل الشخص المستهدف ويخضع إلى الصباح في قلعة ألاموت. في سنة 487 هجرياً 1094 ميلادياً مات الخليفة المستنصر الفاطمي، لكن وزيره بدر الجمالي أقصى نزار وبايع أخاه الأصغر المستعلي. وقد كانت حركة الحشاشين من أكبر المؤيدين لإمامة نزار، لذلك تم تسميتهم فيما بعد بالنزاريين. استمرت حركة النزاريين في التوسع وتمكنوا من الاستيلاء على قلعة كاردكوة، ثم استولوا على قلعة شاه دايز القريبة من مدينة أصفهان عاصمة الدولة السلجوقية. سادت حالة من الرعب أرجاء إيران، حيث أن الاغتيالات طالت كل من عارض النزاريين سواء كانوا أفراداً عاديين أو شخصيات هامة. ومن هؤلاء الذين اغتالوهم في تلك الفترة الوزير الأعز أبو المحاسن وزير السلطان بركيارق، أبو المظفر بن الخجندي وقد كان واعظاً وصديقاً لنظام الملك، كما اغتالوا والي بيهق ومفتي أصفهان. كان الحشاشون يقومون بغارات على المدن الإيرانية وبلغوا من القوة مبلغاً جعلهم يفرضون الضرائب على ممتلكات الأهالي. وفي بداية سنة 500 هجرياً 1107 ميلادياً تمكنوا من اغتيال فخر الملك الذي كان وزير السلطان بركيارق، وكان أكبر أولاد نظام الملك الذي تم اغتياله أيضاً في الماضي. في عهد السلطان محمد تقرر القيام بحملة عسكرية ضد حركة الحشاشين، فسقطت عدة قلاع وتم احتواء الحركة في كوهستان، وتم الهجوم أيضا على قلعة ألاموت التي يستقر بها زعيم ومؤسس الحركة الحسن بن الصباح. لكن ذلك الهجوم لم يسفر عن أي نتيجة إزاء قلعة ألاموت التي ظلت صامدة. بالطبع لم يقف الحسن بن الصباح مكتوف الأيدي إزاء تلك الهجمات، فكان الرد بمحاولة اغتيال الوزير نظام الملك الذي اغتيل أخيه ووالده من قبل، لكنه جرح في رقبته ولم يمت، وتم اغتيال قاضي أصفهان وقاضي نيسابور والعديد من الشخصيات الدينية والعسكرية، ليعاود السلطان إرسال حملاته من جديد إلى معاقل الحشاشين، لكن الحملات ما كانت تعود دون الاستيلاء على القلاع. بعد تولي السلطان سنجر السلطة، قام الحسن بن الصباح بعملية لإرساء جسور السلام بينهما، فكلف أحد غلمان السلطان أن يغمد خنجراً في وسادة السلطان معلقاً به رسالة تقول: أيها السلطان المغرور، لا تفكر أن الحسن بن الصباح بعيداً عنك يعيش فوق صخرة ألاموت غير قادر على الوصول إليك. ثق أن من تمكن من أن يضع ذلك الخنجر في وسادتك لقادر على غمسه في فؤادك، إلا أنني رأيت الرجل الطيب الصالح متجسدا فيك، فأحببت أن أستبقي عليك لفرصة أخرى، فقد أعذر من أنذر، والسلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى. ليوقف السلطان سنجر حملاته ضدهم،
مما أعطاهم فرصة لالتقاط الأنفاس، لذا فعاشوا في هدوء نسبي في تلك الفترة. في سنة 515 هجرياً 1121 ميلادياً قامت مجموعة من فدائي ألموت بحرق جامع أصفهان البالغ العظمة وقتها، والذي كان مركزاً للتيار السني. وبعدها بعام تم اغتيال الكمال أبي طالب وزير السلطان محمود. ظل الحسن بن الصباح على مدى 35 عاماً متمركزاً في قلعة ألموت، مركز سلطانه ودعوته ومعقله الحصين. وقد عاش في عزلة، ويذكر بعض المؤرخين أنه لم يخرج من قلعة ألموت طيلة حكمه سوى مرتين، وكان يقضي وقته في التفكير والتأمل والقراءة. كان يبدو زاهداً متقشفاً يتشدد في تطبيق أحكام الشريعة وسائر الملاذ. كان لا يجرؤ أحد من أتباعه على اقتراف شيء منها. كان يضع مصلحة الحركة فوق وقبل أي شيء، فأعدم ابنه الأكبر الحسين لاشتراكه في قتل أحد دعاته المقربين، وأعدم ابنه الثاني لأنه كان يشرب الخمر. لكن أغلب المصادر التاريخية أجمعت أنه مات دون تلك الجناية. في السادس من ربيع الثاني سنة 518 هجرياً 1124 ميلادياً توفي الحسن بن الصباح بعد حياة مديدة شق خلالها إلى الزعامة طريقاً وعراً، وتمكن من إرساء دعائم حركة قادرة على بث الرعب في القلوب. استطاع الحسن بن الصباح أن يدير ببراعة دفة دولة صغيرة منشقة عن الحكم السني، دولة من نوع خاص. زعيمها الذي يمثل القائد الروحي يستند في سلطانه على قوة خفية جبارة. انتهى ابن الصباح الذي اتخذ طريقه صاعدا نحو الزعامة ليطأ فوق أجساد فدائيه بسطاء العقول الذين صدقوا دعوته الباطلة ليبني عرشه فوق أنهار من الدماء. انتهى الصباح بعد حياة صاخبة بالجدل والاستقطابات، ملطخة بدماء من عارضه. لكن الفرقة لم تنتهي بعد. في الحلقة القادمة تستمر رحلتنا مع جماعة الحشاشين النزاريين لنعرف أهم أئمتهم في إيران والشام. تابعونا.